حذيفة مثلا في ميدان مدينة حلب. نحن بمنطقة جسر السنديان يلي فيها نهر قويق والمطل قناص النظام المتواجد في الإذاعة بيكشف هاي المنطقة. هاي المنطقة صار فيها مجزرة 29/2/2013. هي مجزرة كتير مروعة. النظام كان يقوس عالم وينشلفهم في النهر من طرف النظام، يمشي يدحمون النهر لطرفنا. بصباح 29/2 كنا في النقطة الطبية نحن بالصال القصر، فكان في كتير أصوات عالم مدنيين عم بيعيطوا. من الصبح تقريبا الساعة 8 الصبح شوف ايش في، يعني ايش هالصوات. فمن تفاجئ انه في، قالوا لنا المدنيين انه في جثث على النهر، في كثير جثث وكثير مكبلين الايادي ومعصومين العينين. بيجي فريق على النهر مشان يكشف على الجثث، وبيبقى فريق هنيك. فمتفاجئ انه على العربيات تبعات الخضرة في جثث عم ينقلوهم لعنا، بجيبونا لنا اياهم بالسيارات. الجثث كانوا في طلق ناري بالراس او بالعين، يعني بالراس هو. الجثث قديمات، في يعني في منهم اكثر من شهرين صار لهم مقتولات، انفنشات الجلد تبع الانسان مفنش، عرفت؟ الجلد يعني الجسم كله مفنش وطالع له ريحه كمان كثير قويه. نزلناهم قدام النقطة الطبية، العالم تجيب السيارات بالزوزكيات بأي شيء، بأي وسيلة تنقل، بالعربيات تبعات الخضرة تنقل جثث من هون، طالعوها من هون يسحبون هيك على النقطة الطبية لعنا. نحن هنيك ودينا خرطوم طبعا مشان نغسل الجثث، وفكينا أياديهم طبعا، كمان كانوا مربطين لعنا، وجهزناهم. واجوا الاهالي المفقودين، يلي عنده مفقود، يلي عنده حدا رايح عند النظام ومفقد، اجوا يكشفوا على الجثث اذا بشوفوا حدا من اولادهم، حدا من اهاليهم. في كثير عالم لقت اولادها. اول جثه لهلا ما بنساها كانت لطفل عمره تقريبا 13 او 14 سنه. من وقت ما شافوا ابوه يعني قال ما معقول ابني، واجت امه وضلوا تقريبا نص ساعه عم بقلبوه لانه الجثه مخفيه معالمه تماما. بالاخير طلع ابنه للاسف. صار له بوقتها كان 3 شهور نازل عن مناطق النظام بيشتغل هناك خياط، ولقوا في بين الجثث. وفي كثير حالات، كمان من بين الجثث مفقودين من بستان القصر كانوا، ولا كانوا من برات بستان القصر، يعني من مناطق صالحين، فردوس، حتى من الريف كمان في جثث. كان اجوا اهاليهم كشفوا عليهم واطلعوا عليهم، يلي عرفوه في جثث دفناهم بدون ما حدا يعرف من اهاليهم، لانه كثير مشوه الجسم، هو بكون يعني مشوه، الوجه العينين كله طاير، الطلق الناري بالراس متفجر كأنه مشوه الجسم. سبب القتل هالمدنيين من قبل النظام، ايش الدافع منه؟ ايش الهدف انه قتل هالمدنيين؟ ما في دافع، النظام مجرم، ما بده اي دافع، ما بده اي مبرر، ما بده، اتهمته جاهزه انه ارهابي حتى لو كان مدني. ما بده مبرر انه والله خلص بيقتل بيشلف وقول عنهم ارهابيين هدول، ما بده مبرر وما بده اي دافع، بيقتل وبيشلف، ما عنده مانع. هذيك الاثناء القتل كان يعني عن طريق معبر او هالامور هي؟ طبعا طبعا طبعا، كان في معبر هون في بستان القصر بيطلعوا منه المدنيين على مناطق بيحكم النظام، بيطلعوا بيقضوا شغل او بيرجعوا، بيطلعوا الصبح، في ناس بتطلع الصبح بتجي المساء وهيك. فعن طريقه عدت فتره 3 أو 4 أيام في مدنيين بيطلعوا بيدخلوا بنفس النهار
تقريبا 45 شخص طلعوا وما دخلوا، نهاروا اثنين وثلاثة، وأهليهم يجوا يسألوا عليهم عند الفصائل أو عند مركز الشرطة، ما 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 نوجدوا. بعد فترة لما صارت المجزرة هون وطلعوا الجثث، حتى نوجدوا إنه بين القتلى بين المغدورين. بالنسبة لموضوع النظام، فترة اللي كان يقتل المدنيين ويلقيهم بالنهر، ألقاهم كلهم في غرب الدفعة ولا يلقيهم كلهم؟ لا هلا، في أول نهار كان هو نهار أكبر عدد من الجثث، كان تقريبا شيء 80 جثة أول نهار. ثاني نهار يطالعوا يشوف المدنيين طالعوا 10 جثث، 5 جثث مع الفريق الطبي طبعا. من عدا المجزرة اللي صارت هون، طبعا يوميا بالمعبر بصير إصابات وبصير قتلى من قبل كمان قناص النظام الموجود بالقصر البلدي أو الموجود بمباني المشارقة أو الموجود بالإذاعة، قناص الموجود بالإذاعة. طبعا كم يوم استمرت حملة القتل هون وظلوا الناس يلموا المدنيين؟ ظلينا فترة هلا أول ثلاثة أربعة أيام يوميا نطالع، بعدين نهارين ما يبين جثث، ما يصلوا من مناطق النظام، نهارين نطالع جثة أو جثتين، يعني هيك تمينا مدة منيحة. بالنسبة لكم كطبية، صور الشهداء لحد الآن موجودة عندكم ما موجودة؟ في ناس لحد الآن عم تحاول تتعرف على أبناء على أزواجه؟ نحن نقلنا من كتر ما صار العدد جثث كتير كبير، نقلناهم على مدرسة موجودة في الحي، حطيناهم بالمدرسة. طبعا أخذنا خصل من شعرهم مشان التحليل، والإعلاميين يلي كانوا موجودين متواجدين أثناء وثقون كلياتهم بالصور، حتى الجثث اللي ما تعرفوا عليهم أهليهم دفناهم، توثقوا بالصور وحطوا على لوحات في قلب المدرسة مشان كل مين عنده مفقود يجي يطلع عليهم. أنا أبو محمد الحلبي من سكان الزبدية. نحن هلا منطقة جسر السندياني، هذا الطريق تكشف عليه الإذاعة، منطقة عالية، يعني شوف هاي منطقة إذاعة، منطقة عالية، فهون بصير حالات قنص كثيرة، هون بعده طريق للمدنيين، بصير في حالات قنص كثيرة، يعني بعدي من هون تستهدف بالقناص، من لأنه منطقة عالية بتكشف على جسر السندياني كله. وهو الخلق بتعدي مرعوبة، يعني الخلق بتعدي بسرعة، خلق بتمشي على مهلة، خلق بتتخبى، يعني كان لازم حط سواتر وكذا. طيب هلا بالفترة الحالية عم يصير قنص؟ والله هلا الفترة الحالية على موضوع الهدنة ما بعرف، مهدي شوي هو، يعني صار نسبة القنص كتير، يعني ما انه انت شايف نحن لو واقفين عم نحكي ما في، يعني هالقنص مثل أول ما كان حدا يحسن يعدي يعني. بالنسبة لموضوع الشهداء، شد راح بالشهداء بالقنص؟ والله هي راح نسبة كبيرة، بيناتهم أخي خالد صابر نزل برميل على الحارة، فراح ليأسعفه، كان بأنقذوا الأطفال، عطال الأطفال والقناص فسد الطريق، فأكل إصابة براسه بعأسر استشهد. طيب قناص النظام هون يعني ما بيحسنوا فصائل المعارضة تتعامل معه مثلا؟ والله تعاملوا معه كتير، في هدول مبنى البيض ضرب، يعني الشباب الجيش الحر استهدفوه كتير، يعني ضربوه كذا جرة وقناص وبرز وكذا، ومع ذلك يعني تم في قنص وراح والله مدنية كتير عنا. بالنسبة لموضوع الناس اللي حاليا عم نشوفهم متواجدين هون بالمنطقة، عم نشوفهم نازلين على الطريق مع انه هو مرصود سابقا وكذا، احكي لنا عنهم. يعني خلقوا تعودت يعني عم ما بنعرف طريق فيه قناص، يعني كان اول شيء خلقوا تهاب وتخاف، صار تكل على الله وتعدي، وعم قدر الامكان عم بحطوا سواتر قدر الامكان كذا، بس خلقوا بدها تعيش، يعني تعودنا على القذائف، تعودنا على البراميل، تعودنا على الصواريخ، تعودنا على الميك، تعودنا على السوخوي، على الاسراب الروسي، نعيش يعني ننتم هون لحتى الله ياخذ امانته.